رأيك في المنتخب الأولمبي أمام أسبانيا؟ والله الحمد لله هم عملوا ماتش حلو جدا، وكان في حماس في اللعب، وكانوا يعني ابتدوا يصمموا ان هم يعملوا حاجه باسم مصر واسم الفانله اللي هم لابسينها، والحمد لله وربنا كريم ان شاء الله ويعينهم ويبقى في الاحسن ان شاء الله. والله لعبوا كويس ممتاز، هو كسب اسبانيا ان شاء الله، هو لعب في ربع النهائي وان شاء الله يعني لعبوا كويس ان شاء الله. بصراحه المنتخب كويس جدا وربنا ان شاء الله يكرمه وناخد النهائي ونكسب يعني. لعب كويس جدا وروح جميلة لعب بها المنتخب ونتيجة كويسة، وياريت ان هم يكملوا كده للآخر ويحققوا ميدالية للكرة المصرية. كان ماتش جامد جدا يعني، واسمه ايه ده محمد عادل برضو كان جايب جونين حلوين جدا. والله كان اداء كويس بصراحه، اللعيبه كلهم عملوا اللي عليهم، كل واحد عمل اللي عليه، الواحد مش شايف حاجه اللي هو في حد لاعب مقصر معاهم، سواء زيزو سواء كوكا، كل اللعيبه مادية بشكل كويس بصراحه، كلنا فخورين بيهم بصراحه، اداء مشرف يعني. والله الحاجه يعني المنتخب كان خارج عن التوقعات تماما، عمل ماتش هايل جدا قدام اسبانيا، مكسب بصراحه يعني كان غير متوقع، اللعيبه كلها كانت مع بعض واقفه مع بعض يعني، بصراحة أداء هايل وإن شاء الله يشرفونا في الماتش اللي جاي إن شاء الله. توقعاتك لمباراة منتخب مصر الأولمبي مع باراجواي؟ والله هو كرة ما فيهاش توقعات عامة زي ما احنا عارفين، بس هم لو ركزوا إن شاء الله وحطوا البطولة في يعني نوصل حتى يعني لمستوى كويس ومستوى مشرف باسم مصر واسم الفانلة اللي هم لابسينها، هتبقى حاجة كويسة. فإن شاء الله لو ركزوا اللعيبة واهتموا شويه بالماتش وحطوها في دماغهم ان شاء الله يبقى في نتيجه حلوه باذن الله. يعني مثلا ممكن توقعاتك كام يعني باذن الله؟ يا طبعا رواي عندها لياقه جامده وفريق كويس جدا في الكوره وبيلعبوا كوره حلوه، واحنا برده كورتنا يعني مشابهه للكوره بتاعتهم، يعني احنا بنحب الكوره البرازيليه والامريكا الجنوبيه، فان شاء الله باذن الله 1-0 لمصر باذن الله. باذن الله ان شاء الله 2-0 3-0 ان شاء الله، ان شاء الله هنفوز ان شاء الله وهنرجع منصورين ان شاء الله ان شاء الله. هو طبعا برجوي دي فرقه جامده طبعا، فاحنا المفروض يعني ان شاء الله باذن الله نكسب يعني على الاقل خالص 2-0 ان شاء الله، نحقق نتيجه كويسه لان نتيجه اسبانيا هتدي دفعه قويه وروح معنويه عاليه للعيبه، فان شاء الله يحققوا فوز ويبيضوا وجوه الجماهير المصريه. ممكن 2-1 لو الجاي ان شاء الله 2-0 او حاجه زي كده. والله انا شايف ان احنا طالما قدرنا نفوز على اسبانيا وقدرنا نعمل قدامهم ماتش كويس، فمنتخب باراجواي مش اللي هيكون اللي هو يقف قدامنا او يقول له هيكون عقبه يعني، فانا شايف باذن الله ان احنا نقدر نعملها ونعمل نتيجه حلوه معاهم. توقعاتك كام؟ 2-0 باذن الله. يعني ممكن مثلا 2-1. والله بص هم عملوا اداء مشرف في الماتش بتاع اسبانيا، فاعتقد في الماتش دوت برضو يعملوا اداء مشرف، وان شاء الله 1-0 لمصر ان شاء الله. رايك في اداء اللعيبه واداء المنتخب الاولمبي حتى الان في البطوله؟ والله هو الحمد لله وفي تركيز، بدليل ان زيزو لما المدرب حاول يطلعه ويغيره ابتدى كان متضايق ان هو طالع، ودي حاجه كويسه جدا على فكره، مش حاجه وحشه ان هو نفسه يدي الكل اللي عنده في الماتش، وباذن الله ربنا معه باذن الله وخير ان شاء الله. لغايه دلوقتي أداؤهم كويس في البطوله، لغايه دلوقتي ممتاز. لا كويس يعني نوعا ما احسن من فرق كبيره كان ايام الخطيب وايام الناس دي، ما حققوش ان هم يبقى في اول مجموعه زي دلوقتي. مشرف طبعا والحمد لله، وكويس المدرب بتاعنا الاولمبي ان هو عمل اعداد كويس للفريق، والحمد لله الفرقه بتلعب كويس يعني جامد جدا بجد ومشرف جدا لمصر. اداء كويس بصراحه يعني، هو لحد دلوقتي المنتخب ما اخدش فيه غير هدف وحيد في البطوله، ومن خط دفاعنا الحمد لله من اقوى خط دفاع في البطوله، فباذن الله نقدر نعمل نتيجه كويسه قدام باراجواي ويخلص 2-0. اداء مشرف بيلعبوا حلو والله، ما اداء يعني اكنهم فريق واحد وبقالهم مع بعض فتره ومتدربين كويس جدا، واضح العمل مع المدير الفني والجهاز الفني كله مع بعضه يعني، باين ان في مجهود وباين في توافق ما بين اللعيبه كويس جدا.